حاول تطلع كل امكانيات لعيبه منتخب مصر. لعيبه منتخب مصر الناحيه الهجوميه عندك ثلاثه كويسين، وعندك في نص الملعب ناس كويسه، العب على الناحيه الهجوميه. لكن نعم. فكره ان انت مانع كل امكانياتك، الباكين ممنوعين، الفيرويد زعلوك ممنوع، عندك نص الملعب ممنوع، بالتالي مش هتاخد اي نتيجه. انت النهارده ما شفتش خالد بيبو سرعته، يعني انت ما خلقتلوش موقف ان هو يجري فيه. زعلوك خلاص، زعلوك ده من الفراوده كويسين جدا. عمر خضر ما صنعتلوش موقف واحد ضد واحد عشان يخش يفوز. محمد السيد هو الوحيد اللي ظاهر عشان بالزبط. بيتحرك كتير. وخلي بالك باك ليفت محمود لبيب مفتاح لعب كويس، انما ظهره دايما مضروب. كابتن عبد الظاهر يمكن كمان كباك لعيب كويس، بس انت محجمه. هي الطريقه محجمه. نعم. طبعا عايز اتكلم على التغييرات. هل في تغييرات؟ اكيد هتبقى في تغييرات. التغيير الاول كابتن فاضل بيطالب من جوه الملعب. اقول لك على حاجه، انا اللي بطالب بيه ان هو تغيير طريقه اللعب اهم من التغييرات. تغيير طريقه اللعب، وان انت زي ما كابتن عبد الظاهر شرح، ان انا اشوف بيبو، اشوف عمر خضر، اشوف زعلوك، اشوف امكانيات اللعيبه دي، محمد السيد يلعبوا باريحيه، هو ده اهم من التغييرات الفرديه الشخصيه. انا شايف محمد سمير ومحمود لبيب لو طيرتهم، يعني لعبت الثلاثة وطيرت الطرفين، خلي بالك ده الطريقة اللي كانوا حافظينها اللعيبة. خلي بالك الطريقة دي لسه متغيرة من 4 شهور بس. الطريقة اللي كانوا بيلعبوا بها سنة كان كالآتي: معتز وأحمد عبدين وعبد الله بوستاج بيلعبوا ثلاثة، والاطراف كان بيلعب محمد عبد الله بس هو مصاب، ومحمد ابراهيم، عشان هما بيلعبوا السرعات ديت الباك وينج اللي موجودة. فأنت بتقدر كمان تعمل عملية الضغط ترفعها عنك وانت بتطلعها الاطراف قدام، لان فعلا اللي مظلوم في القصة دي مين؟ زعلوك. خلي بالك ما بيوصلوش كور، ما عندوش اطراف. خالد بيبو مش اللي هو يعمل موقف واحد واحد يعدي ويعمل كروس. خالد بيبو اديله مساحات يلعب فيها كويس كده، ممكن يروح انفرادات يبقى موجود. عمر خضر اديله موقف واحد ضد واحد، لكن الزيادة العادية في 18 حتى مش موجود. فاهمني؟ فان شاء الله رب العالمين تقدر، ان شاء الله نقدر باذن الله. ان انت عارف لو عليت الروح بس شويه، وضغطت عليهم شويه، تحول سريع، انت هيبقى لك تحول سريع، العب كره بسرعه، خلي اللعيبه تتمركز. انت في مصر انت محتاج انك تكسب. منتخب الجزائر دفاعيا مش قوي. منتخب الجزائر زي ما كابتن عبد الظاهر شرح، انت اول ما بتقطع الكوره من منتخب مصر بتعمل تحولات هجوميه، وحتى كمان عندك اللمسه الاخيره مش مظبوطه، ربنا ستر. لكن انت ممكن تسجل هدف. منتخب الجزائر مش قوي، لكن عندك مشكله الكره فعلا. لو الكره اتقطعت من زعلوك تحول بقى هتحصل مشكله، حصل كذا حاجه يتم، هتحصل مشكله على دفاعات المنتخب المصري. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري في هذا اللقاء، وتحديدا في الشوط الثاني طوال 45 دقيقه مهمه للمنتخب المصري اللي بيحتاج فيها الثلاث نقاط والفوز على المنتخب الجزائري الذي تكون هذه اول مباراه في دوره شمال افريقيا. مشاهدينا الكرام، الزميل العزيز محمد الكاوني وتعليق على احداث الشوط الاول. ابقوا. شكرا للزميل العزيز الكابتن تامر صقر، وشكرا جزيلا لنجومك ونجومك الكبار الكابتن عبد الظاهر السقا والكابتن محمد فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين احييكم مره ثانيه من هنا من استاد هيئه قناه السويس في اسماعيليه. وهذا اللقاء الكبير، لقاء منتخب مصر مع منتخب الجزائر، منتخبات الشباب ونجوم الغد في تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس للشباب تحت 20 سنة اللي هتقام بإذن الله في العام المقبل في عام 2025. الشوط الأول شوط سلبي في الأداء وفي النتيجة. الشوط الأول استحواذ وصل 53% لمنتخب مصر مقابل 47% للمنتخب الجزائري. والشوط الأول كمان أعزائي المشاهدين 3 ضربات ركنية، ركنيتين لمصر مقابل ركنية وحيدة للمنتخب الجزائري. الشوط الثاني بدأ، منتخب مصر أصبح على الشمال بالأحمر، والمنتخب الجزائري اصبح الان على اليمين بالزي الابيض. نتمنى يكون شوط تاني افضل في الاداء وفي المستوى الفني. نتمنى باذن الله يكون ادائنا وشكلنا افضل لاولادنا ورجالتنا، وان شاء الله نسجل اهداف عشان نفوز في هذه المباراه. نفكركم مباراه اليوم مباراه مهمه ومهمه جدا، اكون او لا اكون من اجل حلم المنافسه
من أجل الوصول للنهائيات التي تقام في العام المقبل بمشيئة الله. تغيير أول لمنتخب مصر، خروج 15 عمر خضر ونزول رقم 11 أحمد أشرف على الشمال، ولكن باصة قوية مش مضبوطة طلعت برة بعيدة على اللاعب محمود لبيب. تغيير أول عمله السيد ميكالي، وفي المقابل منتخب الجزائر وياسين مناع ما عملش ولا تغيير حتى الآن في هذه المباراة. هذه طبعا بدلاء منتخب مصر النهاردة، عرسون في التواجد مدافع أحمد عبدين وعموري طبعا وفارس خالد، وأحمد أشرف ينزل مكان اللاعب عمر خضر. لمسة، محاولة هجومية، انطلاق الأمام لعمرو خالد بيبو، عمرو عرضية راسم، الدفاع تصل لمحمد زغادي، لما كورت عدى زغادي عطف الشمال أمامية ولكن على طول سقوط وفي عرقلة وفاول لصالح منتخب مصر. نزل أحمد أشرف رقم 11 لعيب مواليد 2005 بيلعب مع النادي المصري البورسعيدي، وخرج عمر خضر المحترف في نادي أستون فيلا الإنجليزي. سلامات إصابة لكن في فاول من مكان جيد لصالح منتخبنا. لازم نغير طريقة اللعب، ولازم يكون لاعب الجناب ليهم دور، ولازم يكون لعيب في صنع ألعاب يقدر يوصل المهاجمين ولاعب الجناب إلى مرمى الحارس أنس مختار. الفاول بقدم أحمد كباكا، ضربة حرة مباشرة من مكان جيد لمنتخب مصر للشباب. الفاول بقدم أحمد كباكا، والحيطة من اثنين من لاعبي المنتخب الجزائري على طول. كباكا والفاول، كباكا والعرضية الحلوة والرأسية من محمد زغادي، اتصل على الشمال على طول لمسة أولى. أحمد أشرف تترد من عمرو بيبو، دفاع براسية موجودة من عبد الحميد نعيم، انطلاقة محمد زغادي، دفاع من عبد الله لعبد المنعم تامر حارس المرمى، يبني الهجمة على الشمال قوية، الباصة ترجع ناحية بن عطية وسبها وتلعب برا، تبقى تمس حاليا لصالح المنتخب الجزائري. فكركم منتخب مصر واللقاء الثاني في هذه التصفيات ومنتخب الجزائر واللقاء الاولي. لمسة لكباكا على الارض، محمد السيد عطف اليمين ناحية محمد سمير، رجع حوار محمد سمير لعبد الله بوستانجي، قلب الدفاع مشكلتنا بنحضر كتير او في نص الملعب، وبندي الفرصة ان الجزائر ترجع بسرعة وتعمل الدفاع المنظم، وكمان بيضغط علينا من نص الملعب تقريبا. كباك على الارض، معتز محمد، ترجع احمد كباكا على اليمين لعبد الله، عبد الله ورا على اليمين، تصل محمد سمير لمحمد السيد، السيد مرة تانية مروان محمود، محمد السيد الكرة الطولية لعمرو بيبو، ترجع مروان محمود، مروان لما قلت مروان، محمد السيد، يلا يلا يا شباب يلا يا نجوم، محمد سمير الكرة الطولية محاولة لبيبو، هوبا عرضية حلوة، جملة جميلة جدا، أيوة كده أيوة كده، لازم يكون في تحركات لم وتحركات جيدة وتحركات بعرض الملعب، ولازم يكون في عرضيات تعمل خطورة على مرمى الحارس أنس مختار. لازم نعمل حالة هجومية جيدة ونعمل خطورة على دفاعات المنتخب الجزائري تقريبا مع دخولنا للدقيقة 50 من عمر اللقاء. السيد ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب وهذه المرحلة السنية وأحسن إنجازاتنا الكبيرة في هذه المرحلة، فاكرين كأس العالم للشباب، فاكرين مونديال الأرجنتين 2001 والجيل الذهب العظيم والمركز الثالث والميدالية البرونزية مع القدير كابتن شوقي غريب، وجيل عظيم جيل 2001، محمد صبحي ومحمد شوقي واليماني وغيرهم. لمسه مره ثانيه، بيبو مع الكره، بيبو لسه مع الكره، عمرو بيبو عرضيه، دفاع ترجع لكباكا، تصويب ولكن الشا من كباكا وطلعت بعيده، توبا الان ضربه المرمى حاليا لصالح منتخب الجزائر. منتخب مصر للشباب في هذه المرحله السنيه وصل اللي كان من قبل 19 مره، اخرها كانت في النسخة الماضية في العام الماضي في عام 2023، وكنا خرجنا من هذه البطولة من دوري المجموعات
وكنا فزنا باللقب الافريقي 4 مرات اخرها في الجزائر في 2013 بعد الفوز على منتخب غانا في المباراة النهائية. كابتن ربيع ياسين الاسم الكبير. عرضية مرة تانية تعدي ترجع ورا في احضان الحارس عبد المنعم تامر. عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر للشباب يبني الهجمة على الارض. عبد الله لازم يكون في حمية، لازم يكون في اصرار وعزيمة وروح قتالية موجودة في الملعب في اداء ولادنا ورجالتنا النهارده في المباراة. العب بروح، العب بعزيمة، العب باداء رجولي عشان تحقق الفوز باذن الله النهارده في مباراة اليوم. معتز محمد اللمسة على الشمال ولكن تلعب بره. تماس الان لشباب مصر، تماس ورا ناحية على طول الكباكة لسه احمد كباكة. كباكة الضغط العالي من لاعبي منتخب الجزائر على لاعبي منتخب مصر من نص ملعبنا. عبد المنعم لعبد الله بوستانجي بنبني الهجمة من تحت من الخط الخلفي وادي الضغط العالي من الريان خولي. قطع كرة الريان عدى الريان منطقة الخطورة التصويب ولكن الحمد لله طلعت بره بعيدة جدا على المرمى من احمد كحيلي رقم 7 صاحب التصويبة اللي جت في القائم في الشوط الاول. والمرة تصويبة بدون عنوان تلعب بره بعيدة كل البعد عن المرمى. ضربة مرمى الان تحضير بيعمل مشكلة في الضغط العالي من لاعبي الجزائر يضغطوا ويقطعوا ويعملوا خطورة على مرمى الحارس عبد المنعم تامر. عشان كده بنقول حضر. اي نعم ولكن مش كتير مش كتير، حضر بسرعة وحول الهجمة بشكل سريع. ولازم يكون لعيب في نص الملعب يحرك لعيب الجناب ويحرك المهاجمين ويوصلهم لمرمى الحارس انس مختار، ودي مشكلة موجودة حتى الان. صانع الالعاب مش موجود حتى الان. لمسة الامام لعمرو بيبو ولكن في دفعة وفي فاول لصالح المنتخب الجزائري. فاول لمنتخب الجزائر في اولى اللقاءات وفي تصفيات شمال افريقيا. ولسه منتخب الجزائر اعزائي المشاهدين لسه كمان عنده بعد هذه المباراة 3 لقاءات امام المغرب وتونس وليبيا، واحنا عندنا لسه مباراتين امام منتخب ليبيا وامام المنتخب التونسي. لمسة مرة تانية عبد الحميد نعيم يطلع كرته الامام الكرة الطولية محاولة خطيرة عاوز يعدي عدى ولكن ترجع ورا على طول في احضان عبد المنعم تامر على ارض عبد الله. عبد الله محمد سمير راسية من انيس فتحين مهارة من صلاح الدين بوزياني ترجع ورا لقلب الدفاع عبد الحميد نعيم حلوة على الشمال روعة ناحية رقم 9 ريان خولي. ريان خولي رجعها ورا لانيس لريان خولي على الطرف الشمال لانيس باصة طولية محاولة هجومية عاوز يعدي انيس يلعب عرضية دفاع من كباكة لمسة قوية ترجع للعيبي المنتخب الجزائري. صلاح الدين بوزياني الضغط والاطعب هجوم معاكس الهجمة السريعة الانطلاق محمد السيد على الشمال حلوة جميلة محاولة يلا يلا انطلق راح باصة جميلة منطلق طول عاوز يعدي ولكن جابوها مدافع الجزائر تسعى اليمين مرة تانية بيبو هوبا تصويب ولكن جت في وش اللاعب انيس فتحين وتلعب بره ملعب طوبة الان. ركنية حاليا لصالح المنتخب المصري ركنية تعتبر ثالثة لمنتخب مصر حتى الان في المباراة. هذه الاعادة مرة تانية تصويبة القوية جت في ظهره في جسم اللاعب انيس فتحين وتلعب بره ملعب ركنية. وركنية الثالثة لمنتخب مصر مقابل ركنية وحيدة حتى الان من نصيب المنتخب الجزائري. كل هذا الكلام بعد مرور 54 دقيقة فاتوا من عمر المباراة. مصر والجزائر في تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لبطولة الكان تحت 20 سنة اللي هتقام في العام المقبل بمشيئة الله على طول ركنية لشباب مصر. على طول ركنية عالية فوق خطية راسية دفاع ممتاز تترد بلمسة من مروان محمود يطلع للامام محمد السعيد الساندب لكباكب تصويب ولكن مش مظبوطة مش حلوة
من احمد كبك، طلعت بعيده وعاليه عن المرمى، طبع حاليا ضربه المرمى حاليا لصالح المنتخب الجزائري. السيد ميكالي في ثاني مباراه لي رسميه مع شباب مصر بعد اللقاء الاول امام المنتخب المغربي، ورغم الهزيمة 1-2 ولكن منتخب مصر قدم مردود طيب جدا في هذه المباراة، ولكن النهاردة المردود يعني الى حد ما اقل من المطلوب ومن المستوى، ولكن املنا كبير ان الاداء يتحسن باذن الله في الدقائق القادمة بمشيئة الله. حكمنا حكم الليبي الكابتن عبد الواحد حرويدة اللي اخرج انذار وحيد في المباراة، والانذار كان من نصيب اللاعب المحوري الجزائري صلاح الدين ابو زياني. هاجم في نص الملعب لمنتخب مصر ولكن في فاول من نصيب مروان محمود. مروان والمخالفه في نص الملعب تصل لكباكا على الشمال حلوه، محمود لبيب باك الشمال رجع حوارة، معتز محمد لكباك لمسه الامام حلوه، تحارب منتهى الخطوره، بيبو كره طوليه حلوه، هوبا التصويب ومش ممكن، جول جوان جول. الله 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 على جمله، الله على تكتيك، الله على تصويبه جميله بقدم محمد زعلوك. احلى هجمه احلى هجمه واحلى تحرك واحلى جماعيه واحلى هدف، الهدف الاول لشباب مصر، الهدف الاول لنجوم الغد بمشيئه الله. جمله جميله وتصويبه حلوه 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 بالقدم اليسرى الميه ميه بقدم محمد زعلوك، حطها فين؟ على يمين انس مختار عشان المنتخب المصري يسجل الان الهدف الاول، هدف التقدم. مد عينيك مد عينيك بجمله حلوه، مد عينيك ببصة حلوه سحريه بقدم احمد شرف احمد شرف، وتصويبه جميله بقدم محمد زعلوك. محمد زعلوك يظهر في الصوره ويظهر في الكادر، ولما يظهر في الكادر على طول يسجل، الفرحه الاولى والسعاده الاولى لكل العاشقين والمحبين لاولادنا وشبابنا لنجوم المستقبل بمشيئه الله. محمد زعلوك يسجل الهدف الاول، هدف التقدم في الدقيقه 57 من عمر اللقاء. واحد منتخب مصر، واحد منتخب مصر لا شيء، منتخب الجزائر هدف اول وحيد في المباراه. الجمله الوحيده الميه ميه، الجمله الوحيده والتيكي تاكا الحلوه اللي اتعملت بقدم احمد شرف ثم تصوبة حلوه بقدم محمد زعلوك. حلوه قوي يا زعلوك وحلوه قوي الباصه يا احمد يا شرف، يعني البديل السوبر يصنع هدف اول جميل بقدم النجم الهداف محمد زعلوك صاحب القميص رقم 10. تلعب بارة تماس الان لصالح المنتخب المصري المتقدم حاليا بهدف واحد مقابل لا شيء على المنتخب الجزائري. لمس على الشمال عدى راح وفات محمد السيد، ولكن جابوها مدافع الجزائر تصل على الارض. محمد زغادي على طرف الشمال لريان خولي، كرة طولية خطيرة منتهى الخطورة، تغطية ممتازة بفكر عالي من عبد الله، طلع كرة حلوة عبد الله السندة من مروان ناحية أحمد كباكا، رجعها لمعتز لعبد المنعم تامر لمعتز محمد على طول كباكا. أيوة كده أيوة كده أيوة كده عشان نلعب بهدوء شوية وأعصابنا نكون مستريحة شوية، ولكن طبعا لازم نسجل هدف تاني عشان باذن الله نصعب المهمه على لاعبي المنتخب الجزائري باذن الله. الكره الطوليه لكن مفيش كلام، الهدف هيدينا دفعه معنويه غير عاديه. السيد تصل على اليمين لبيبو، مهارات بيبو، عمرو بيبو لسه مع الكره، عمرو انطلق راح عمرو اوف على كره عمرو بيبو بعرضيه، ولكن جابوها لاعبي المنتخب الجزائري بقدم ريان خولي، رجعها ورا ريان لانتوني خليفه، انتوني خليفه ومحمد سمير لسه خليفه، محمد سمير يطلع كورته خليفه في عمق الملعب، تصل ناحيه كباكا لم كورته جاباكا باكا بسندب مروان محمود، تصويبه باستعجال تترد من اقدام اللاعب ريان خولي على طرف الشمال، الكره الطوليه بين احمد ولكن بعيده قويه ترجع ورا في احضان الحارس الامين عبد المنعم تامر حارس مرمى منتخب مصر للشباب. واحد لا شيء تقريبا بعد مرور
ساعة من عمر اللقاء. بعد مرور ساعة من عمر اللقاء منتخب مصر قدر يسجل الهدف الأول في المباراة. آدم محمد زعلوق نجم النادي الأهلي مواليد 2005 بيلعب في النادي الأهلي ونجم منتخب مصر للشباب. بص الباصة حلوة ازاي والتصوبة جميلة ازاي، الجملة حلوة يا سادة والباصة أحلى يا ناس، باصة روعة من أحمد شرف وتصوبة أحلى بقدم محمد زعلوق. أحمد شرف يصنع ومحمد زعلوق يسجل الهدف الأول في المباراة. واحد منتخب مصر للشباب لا شيء، منتخب الجزائر للشباب واحد لا شيء. محمد زعلوق صاحب الهدف الوحيد في المباراة والهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في تصفيات شمال أفريقيا. هدف أول كلب قدم محمد سمير في مرمى المنتخب المغربي، والنهاردة بنسجل هدف تاني في البطولة في مرمى المنتخب الجزائري، ولكن هدف اليوم بقدم المهاجم الخطير وهو محمد زعلوق صاحب القميص رقم 10. محمد سمير لاعب نادي انبي مواليد 2006، محمد زعلوق لاعب النادي الاهلي مواليد 2005، وكلهم نجوم وولادنا وان شاء الله يقصروا الدنيا مستقبلا سواء مع انديتهم المصرية او كمان باذن الله مع منتخباتنا الوطنية. رمي التماس راسية من بيبو ترجع ورا عبد الحميد نعيم، عبد الحميد ومحمد زعلوق لسه مع كرة، عبد الحميد يطلع كورته تلعب برا تماس لصالح منتخب مصر للشباب. تماس لمنتخب مصر، مدرب طبعا ميكالي، والتماس لمنتخبنا طبعا بيقول لهم اهدوا خلاص اهدوا، العبوا بقى لعبكم والعب اللعب بتاعك، لان طبعا الهدف يدخل الراحة شوية بالنسبة لنا والطمأنينة بإذن الله. قطعة تترد من مروان محمود، جابها مروان، عدى مروان، محمد السيد لمروان، دربكة تصل لمحمد زعلوق تترد على الشمال مرة ثانية، محاولة ناحية أحمد شرف لم قرطب تصويب ولكن عالية وبعيدة، تلعب برة بعيدة جدا جدا من مروان محمود، وتبقى الآن ضربة المرمى. هذا مروان بيلعب في نادي زيد مواليد 2006، تحضير لمنتخب الجزائر، كورته عاليه ناحيه ريان خولي، جابوها لعيبه منتخب مصر للشباب. محمد سمير بعرض ملعب لكباكا، عطف الشمال ناحيه محمود لبيب على الارض السانده لكباكا، كباكا بتطلع على الشمال تصل لمحمود بسانده، احمد شرف لكباكا لمروان محمود على اليمين، عبد الله بوستانجي لسه مع الكره، عبد الله في نص الملعب ساند ناحيه اليمين ناحيه على طول اللاعب محمد السيد من نص الملعب رجعها فين ورا للحارس عبد المنعم تامر قلشة، ربنا يسترها باذن الله. تعدى مره ثانيه تصل ناحيه محمد السيد ولكن حكم اللقاء لك في فاول لصالح المنتخب الجزائري. لمسه على الشمال سريعه من احمد، عرضيه تترد من الاقدام معتز محمد وتلعب بره تماس لصالح المنتخب الجزائري. لازم نلعب بالقوة بتاعتنا وبالحماس بتاعنا لأن هدف وحيد ما يطمنش، ولازم نضغط ونسجل هدف تاني عشان نصعب المهمة على لاعبي المنتخب الجزائري. انذار، انذار خادو، انذار من نصيب أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب. هنشوف انذار لمين، يبقى حكمنا النهارده الحكم الليبي الكابتن عبد الواحد حرويده. ادي طبعا ميكالي والصوره واللقطه، لمسه عاليه ترجع لصلاح الدين بوزياني، تطرد الراسيه من محمد زعلوق في نص الملعب رقم اربعه انتوني خليفه، عطف الشمال للريان خولي، عرضيه راسيه من معتز عالية فوق قوية من محمد السيد، عطف الشمال أحمد شرف مع كرة شرف وفع قرطه حلوة، شرف الساندة مرة تانية، لمسة تحضير على أرض ناحية مروان محمود، جابوها لاعبي المنتخب الجزائري، مهارة فردية صلاح الدين على شمال خطيرة جدا بن أحمد، عدى بن أحمد منتهى الخطورة بن أحمد على طول كحيلي، مهارة فردية غير عادية عرضية ولكن ممتاز على طول كباكة، واقف صح
ويطلع كورته صح الصح. احمد كباكا اللاعب المحوري صاحب القميص رقم 8، مدرب الوطني الكابتن ياسين مناع، والمدرب البرازيلي السيد ريجيرو ميكالي. لمس على الشمال ناحية أنيس، هدو خط انطلق، راح أنيس، عدى أنيس، مدى خطورة، الساند اب بين أحمد، عرضية، دفاع روعة، في خطورة، خولي بلمسة، مدى خطورة للجزائر، تصويب الدفاع من محمد سمير، تصل لبيبو، جابها بيبو، لما كرت بيبو، عمرو بيبو، يلا يا عمرو، روح يا عمرو، رقص يا عمرو، اتدلع يا عمرو، عمرو بيبو، عدى عمرو، مدى خطورة، ولكن التاكلينج والمخالفة موجودة على أنتوني خليفة. عمرو خالد بيبو ابن الوز عوامي يا ناس. عمرو خالد بيبو يعمل انطلاقة حلوة في الجبهة اليمنى، وفي النهاية في عرقلة موجودة من أنتوني خليفة وفاول لصالح منتخب مصر للشباب. هذا عمرو خالد بيبو مواليد 2005، معار هذا الموسم من النادي الأهلي لنادي أراو السويسري. هذه الالتحام والدخول بقوة من خليفة على عمرو، وسلامات لعمر بيبو، ان شاء الله باذن الله يكون سليم ويكمل المباراة على الف خير. تقريبا مع دخولنا الان للدقيقة 68 من عمر اللقاء، والمقدمة حمراء، مصر 1 والجزائر لا شيء. هدف جميل بقدم محمد زعلوك في الدقيقة 57 من عمر اللقاء. اصابة للحارس عبد المنعم تامر، سلامات لعبد المنعم وسلامات لعمر بيبو. نزول الجهاز الطبي لعلاج الحارس عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر للشباب. ان شاء الله سلامات باذن الله لكل اللاعبين ولكل نجوم في ارضيه الملعب. سيد ميكالي تقريبا يعني معسكر لمده اسبوعين، جمع فيها اللاعبين ولعب مباراتين امام منتخب تنزانيا، وبعد كده الدخول طبعا في هذه البطولة ومباراة مع المغرب، قدمنا ماتش حلو، والنهاردة مباراة تانية امام المنتخب الجزائري، وهي مباراة مفصلية، ثم اللقاء القادم بإذن الله امام منتخب ليبيا يوم الاربعاء القادم يوم 20 نوفمبر، ثم المباراة الختامية منتخب مصر امام منتخب تونس في اليوم الختامي يوم 26 نوفمبر القادم باذن الله. دي لقاءات قادمة متوقعة منتخب مصر في هذه التصفيات من اجل حلم التأهل سواء كبطل او كوصيف لبطولة الكأن في العام المقبل باذن الله، وطبعا منها الوصول لكأس العالم للشباب. لصالح شباب مصر احمد شرف ومعتز محمد، والفاول بقدم احمد كباكا، والحيطه كباكا والعرضيه عاليه فوق راسي حلم الدفاع تترد، لمسه براسيه موجوده على طول من احمد، تصل ناحيه مرام محمود، لمسه على الشمال للحلو اخريب، الهجمه السريعه الانطلاقه لمنتخب الجزائر خطيره، محمد الامين عاوز يعد، ولكن ممتاز، ولكن ممتاز محمد يا سمير، لمسه هات وخد، تصل ناحيه اليمين محمد السيد، الكره الطريقه قويه على بيبو، ترجع ورا ناحيه على طول عبد الحميد نعيم رقم 3، لم قرطه، تصل ناحيه محمد زغادي على الدايره، محمد زغادي في نص الملعب. منتخب الجزائر حتى الان ما عملش ولا تغيير في اللقاء تقريبا مع دخولنا للدقيقه 70، ومنتخب مصر عمل تعديل وتغيير وحيد بين الشوطين بخروج عمر خضر ونزول احمد شرف اللي صنع الهدف الاول، لمسه بعرضيه دفاع 100 من معتز، تصويبه قويه في احضان الحارس الامين عبد المنعم تامر، تصويبه شكلها حلو من اللمسه الواحده بالقدم اليسرى بقدم اللاعب وهو صلاح الدين بوزياني. على طول عبد المنعم كورته عاليه تعدي نص الملعب على الشمال ناحيه احمد شرف، شرف والدفاع من انتوني خليفه، تصل ناحيه اليمين ناحيه بن عطيه، محمد زغادي تغيير حلو على الطرف الشمال ناحيه ريان خولي، ريان مع الكره، ريان لما كورته، ريان باص الامام على اليمين ناحيه
لحلو اخريب ترجع لمحمد زغادي على الارض. صلاح الدين بوزياني لسه مع الكره. بوزياني سلام للحلو اخريب على اليمين بن عطيه، كره طوليه حلوه ناحيه اخريب، محاوله وقف على كورته، يلعب عرضيه حلوه راسام الدفاع من عبد الله، تترد تصوبه قويه، الله مش ممكن، خطيره جدا، لمسه ومتابعه، يا الله يا الله يا الله يا الله، التصوبه الصاروخيه البوم، ولكن تيجي في العارضه وتترد داخل الملعب للمره الثانيه. في الاولى تالق للقائم في الشوط الاول، والمره الثانيه تالق للعارضه في الشوط الثاني بالنسبه للمنتخب الجزائري. ولكن تصوبة ايه، روعة الروعة، عرضية عالية فوق خطيرة، راسية حلوة بالدفاع، تترد على اليمين بلمسة موجودة من كباكا، جابها كباكا على الطرف اليمين على الطرف الشمال، ترجع امامية في نص الملعب ورا لدفاعات الجزائر ورا الحارس انس مختار. حاليا ضغط كبير من لاعب الجزائر ودفاع وانكماش من لاعب منتخب مصر للشباب. الكرة تلاول اللمسة من لبيب، لمها وعد حلو محمود لبيب على الارض على الشمال، تصل لاحمد شرف، شرف مره ثانيه مهاره ضغط، ولكن في فاول موجود على اللاعب وهو احمد شرف رقم 11، فاول لصالح منتخب الجزائر. لازم نامن الناحيه الدفاعيه بشكل افضل من كده، ولازم يكون عندنا ضغط بشكل ممتاز، ضغط حلو، مهارة حلوة، عمرو بيبو عدى، عمرو الله يا عمرو عدى تصويبه، ولكن 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 عمل كل حاجة، المهارة بتتكلم في أقدام عمرو خالد بيبو، عدى من واحد، عدى من التاني، وعدى من التالت، بص المهارة، بص المهارة، المهارة غير واللمسة غير، ولكن اللمسة الأخيرة تعدي بسلام وأمان وتلعب بره الملعب رقية، هذه العادة مرة ثانية، التصويبة الصاروخية المية مية، إدينا الغير عادية بقدم محمد زغادي، ولكن العارضة تتألق وتمنع هدف التعادل للمنتخب الجزائري تقريبا في الدقيقة كانت 70 من عمر اللقاء. منتخب مصر الآن هيعمل ثلاث تغييرات في وقت واحد، والمنتخب الجزائري برضه الآن هيعمل ثلاث تغييرات في وقت واحد. مدرب ميكالي والمدرب ياسين مناع، رقم 10 زياد بلطيف، ورقم 15 يعقوب جاسي. هنشوف تغييرات المنتخبين، وادي حكمنا الليبي الاخر، انذارين في المباراه، انذار لكل فريق حتى الان، حكمنا الكابتن عبد الواحد حرويده، وادي السيد ميكالي، وادي بطاقه صفراء من نصيب الكابتن اسلام الشاطر مدير المنتخب. عيد ميلاد سعيد للكابتن اسلام شاطر، يعني النهارده الحكم بيعايد عليه، النهارده عيد ميلاده. كابتن اسلام طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي ونجم نادي الزمالك السابق ومدير المنتخب الجديد لمنتخب الشباب. على طول ركنية الان لمنتخب مصر للشباب، ركنية بقدمين بقدم محمد السيد، يلعب عرضية تترد من انس مختار، ولكن صفارة وفي فاول من نصيب المنتخب الجزائري. هذا الحارس انس مختار ومحمد زعلوق، والفاول لصالح منتخب الجزائر. والان تغييرات المباراة، هينزل رقم 6 جابريل صحراوي، فروق 14 صلاح الدين بوزياني، ونزول طبعا رقم 6 وهو جابر الصحراوي محترف في نادي سانت اتيان الفرنسي. خروج برضو رقم 2 بن عطية، ونزول 15 يعقوب جاسي، بيلعب في نادي مرودية الجزائر. وهينزل رقم 10 زياد بلطيف، وخروج رقم 11 الكابتن وهو لحلو اخريب. طبعا زياد بلطيف رقم 10 لعيب بيلعب في اجاكسو الفرنسي، ولعيب مواليد 2006. منتخب مصر الان ثلاث تغييرات في وقت واحد، خروج 18 محمد السيد،
خروج محمد السيد 18. هنشوف مين هينزل مكانه. نزول 4 احمد عبدين. نزول 7 حسام حسن. وخروج كمان عمرو خالد بيو 17. ونزول اعزائي المشاهدين فارس خالد رقم 12 وخروج محمد سمير رقم 14. يبقى كده اعزائي المشاهدين يعني منتخب مصر للشباب عمل 5 تغييرات حتى الان في اللقاء. لمسة بتحضير، ترجع ورا على الارض، يبني الهجمة، كرة طولية، تعدي ولكن برا الملعب، برا الملعب تماس، تماس ناحية الباك اليمين، وهو طبعا اللاعب صحراوي، كرة طولية، لمسة تترد في نص الملعب، محمد زعلوق، ساندا ورا ترجع لكباكا على الطرف الشمال، محمود لبيب رجعها ورا لمعتز محمد لكباكا يبني الهجمة ناحية محمود لبيب يطلع كورته الأمام الكرة الطولية مرة ثانية محاولة ودفاع جيد من لاعب منتخب الجزائر والقطعة مرة ثانية تترد طولت من زعلوق جابوها لاعبي المنتخب طبعا الجزائري منتخب الجزائر عمل 3 تغييرات خروج كل من بن عطية وصلاح الدين واخريب ونزول كل من جبر الصحراوي وزياد بلطيف ويعقوب جاسي ومنتخب مصر خروج محمد السيد خروج عمرو خالد بيبو وخروج محمد سمير ونزول كل من احمد عبدين وحسام حسن وفارس خالد وقبل كده كان خرج عمر خضر ونزل مكانه احمد شرف يوم منتخب مصر عمل 4 تغييرات لمسه براسيه استلام في متابعه من عبد الله تترد تصل على الشمال على طول لمسه اولى لحسام حسن حسام رقم 7 حسام ولكن صفاره وفاول حسام حسن بيلعب في نادي المصري ولعيب مواليد 2006 وبرضه كان شارك في اللقاء الماضي كبديل امام المنتخب المغربي هذا عمرو بيبو اللي خرج والعمل الانطلاقه الاخيره بالمهاره العاليه الكبيره جدا جدا ولكن اللمسه الاخيره تترد من اقدام محمد زغادي ولكن مجهود بمهاره فرديه كانت غير عاديه بقدم الموهبه الشابه وهو عمرو خالد بيبو يطلع كورته الامام راسيه معتز طاس ناحيه محمد زغادي على الطرف الشمال ساندا للريان خولي مع كرة خولي يلعب عرضية خطيرة راسية يا الله خطيرة جدا جدا خطيرة جدا جدا عرضية بضربة الرأس القوية من محمد الأمين ولكن الحمد لله تعدي بالسلام وأمان على مرمى عبد المنعم تامر هجمة خطيرة بعرضية حلوة من الجبهة اليسرى بقدمين بقدم ريان خولي وهذه الرأسية من محمد الأمين ولكن تعدي وطلعت بره بعيدة عن المرمى هجمة في منتهى الخطورة لصالح المنتخب الجزائري من محمد الأمين مواليد 2005 بيلعب في نادي بارادو الجزائري هذه التصوبة الحلوة اللي جت في العارضة تصوبة طبعا اللاعب صلاح الدين بوزياني اللي طلع ونزل مكانه طبعا اللاعب جابريل الصحراوي رقم 6 على فكرة جابريل الصحراوي لعيب طبعا متميز ولعيب بيلعب في سانت تيان ولعيب مواليد 2005 وتولد على فكرة في مارسيليا سلامات إصابة وخروج لمحمد الأمين رقم 8 خرج ونزول 19 وهو وجيه خلفاوي نزول وجيه خلفاوي وخروج محمد الأمين رقم 8 وجيه خلفاوي لعيب مواليد 2005 بيلعب في نادي شبيبة قسطنطينة الجزائري لمس على الشمال مرة ثانية تحضير في محاولة ولكن طلع برا تماس الآن حتى الآن 4 تغييرات لكل منتخب في اللقاء حتى وقتنا هذا أعزائي المشاهدين تقريبا
مع دخولنا على اخر 10 دقائق متبقية خلاص على نهاية اللقاء. الكعب من على طول بن احمد على الدايرة خليفة، تترد من الاقدام محمود لبيب، تصل لحسام حسن ضغط جابوها منتخب الجزائر، الكرة طول منتهى خطورة، دفاع لسه في خطورة، عطف الشمال لبن احمد، بن احمد عاوز يعدي، جابوها بقدم كباكا، كباكا يطلع كرته، كباكا تترد ناحية محمد زعلوك، استلم كرته زعلوك، الساند على اليمين ناحية الطرف اليمين على طول ناحية لاعب منتخب مصر، ولكن في راية وطلع بره حكم اللقاء قال لك تمس لصالح المنتخب المصري. سيد ميكالي هيكون فوز مهم بإذن الله، وفوز يعني ليه هدفين ثلاث نقاط، وكمان فوز هيكون معنوي يرجع الثقة لينا عشان نكمل المشوار حتى النهاية بشكل جيد. عندنا ماتش قوي أمام المنتخب الليبي، ثم المباراة الفاصلة هتكون أمام المنتخب التونسي. مفيش كلام إن شاء الله منتخب مصر مع ليبيا نفوز بإذن الله في اللقاء القادم، وتكون طبعا المباراة المصرية مصر مع تونس في ختام البطولة في إزالة الستار يوم 26 نوفمبر القادم بإذن الله. تحضير على الأرض، تصل ناحية رقم 7 بن أحمد، رفع على قرطه بن أحمد على الشمال، تغيير ملعب حلو ناحية على طول ريان خولي، ولكن في فاول موجود على أحمد شرف، تلعب بسرعة الفاول لبن أحمد على الدايرة، محمد زغادي كرة طلع قطع حلوة من كباكا، مرام محمود تصل على الشمال مرة تانية، فارس خالد جابوها لاعبي المنتخب الجزائري على الطرف اليمين مرة تانية، عاوز يعدي، دفاع روعة بقوة من معتز محمد، حاليا ضغط من مهاجمي منتخب الجزائر ودفاع منظم من لاعبي منتخب مصر للشباب، يبني الهجمة محمد زغادي ناحية الشمال ناحية على طول اللاعب رقم 13 وهو محمد عبد الحميد نعيم، ترجع على اليمين مرة تانية لصحراوي عرضية، ولكن ممتاز الحارس عبد المنعم تامر يمسك كورته من على النقطة بشكل جيد، يبدي الهجمة على الشمال سريعة، يلا يا حسام، حسام حسن، حسام عاوز يعدي، حسام لسه، حسام مع الكرة، حسام حسن والهجمة، كرة طولية تترد من أقدام طبعا اللاعب يعقوب جاسي وطلعت بره، تلعب بسرعة، تحضير للمنتخب الجزائري ناحية اللاعب محمد زغادي، استلام بن أحمد على الشمال روعة ناحية ريان خولي، ريان محاولة هجومية عاوز يعدي، دفاع مرة تانية ريان، وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء، حكم اللقاء الحكم الليبي السيد عبد الواحد حرويدة يديها ركلة جزاء لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 84 من اللقاء. قائد عبد الواحد حكمنا قال لك في عرقلة من نصيب اللاعب ريان خولي وادى الركلة، ادي العادة ريان، وادى على طول عبد الله، وادي السقوط لريان خولي، حط رجله ريان وسقوط، وحكم اللقاء قريب من اللعبة ادى على طول القرار والركلة لصالح المنتخب الجزائري مع دخولنا تقريبا على اخر 5 دقائق متبقية خلاص على نهاية اللقاء. ركلة جزاء للمنتخب الجزائري، هذه العادة ريان خولي بالمهارة والخبرة قدر يحصل على ركلة جزاء، واعتراض من اللاعبين على حكمنا الحكم الليبي السيد عبد الواحد حرويدة، ركلة جزاء في وقت قاتل من نهاية المباراة، والركلة بقدم اللاعب رقم 7 بن أحمد كحيلي، والحارس عبد المنعم تامر، بن أحمد وعبد المنعم
كحيلي وتامر، وركلة جزاء لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة مشاهدينا 86 من نهاية المباراة. منتخب مصر 1 من احمد، وتصويبة صاروخية وهدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الجزائري بقدم بن احمد كحيلي في الدقيقة 86 من نهاية اللقاء من ركلة جزاء. 1 مصر 1 المنتخب الجزائري. تصويبة قوية في ارتفاع جيد على يمين الحارس عبد المنعم تامن عشان المنتخب الجزائري يخطف هدف التعادل مع دخولنا على اوقات نهائية متوقعة خلاص من نهاية اللقاء. منتخب مصر في اللقاء الاول هزيمة امام المغرب 1-2، والنهاردة في اللقاء الثاني تعادل 1-1 حتى الان امام المنتخب الجزائري. وده اللقاء الاول للمنتخب الجزائري اللي بعد هذه المباراة لسه هيكون عنده 3 لقاءات متبقية امام المغرب وتونس وليبيا، واحنا لسه عندنا مباراتين امام المنتخب الليبي وامام المنتخب التونسي. حاليا ترتيب تصفيات شمال افريقيا بنتائج لقائي اليوم: مركز اول المغرب 6 نقاط، مركز ثاني تونس 3 نقاط. على طول الفاول بقدم كباكا، الكره الطوليه عاليه فوق خطيره، صد حلوه من مختار حارس المرمى طلع كورته، تترد راسيه عاليه مره ثانيه من دفاعات منتخب مصر. سيف الدين ترجع ولكن تسلل لصالح المنتخب الجزائري. نزول رقم 2 سيف الدين عصام نازل، سيف الدين عصام نازل في نص الملعب على الدائره. تغيير 5 واخير لمنتخبنا للشباب. كرة طولية دفاع من معتز محمد، ترجع ناحية الشمال محمد زعلوك، يلا يا زعلوك عاوز يعدي زعلوك، لما كورته عدى زعلوك الرؤية والانطلاقة الأمام زعلوك لسه بالعرض، تصل على الطرف اليمين لعبد الله بستانجي أصبح باك يمين بعد خروج محمد سمير. عبد الله بستانجي أمامية بلمسة أحمد شرف، مهارة عدى حلوه شرف من خطوره، باصه طوليه حلوه محمد زعلوك حتى في اليمين، عرضيه لاجل التعدي ولكن تعدوا المطالبه بركله جزاء ولكن الحكم اللقاء ما اداش حاجه. محمد زعلوك يلعب عرضيه حلوه سحريه جت في رجليه ثم في ايديه، واعتراض من الجهاز الفني لمنتخب مصر على حكم مباراه اليوم الحكم الليبي الكابتن عبد الواحد حرويده. المطالبه بركله جزاء في الدقيقه 89 للبقاء، لمسه بركله مهاره من شرف، عدى شرف مهاري لمسه حلوه لحسام حسن، حسام بعرضيه هوب الراسيه ممتازه من الدفاع تصل لبن احمد ضاط ولكن حكم اللقاء قال لك في فاول على سيف الدين عصام رقم 2. ضربه حره مباشره حاليا لصالح المنتخب الجزائري، وطبعا غياب الفار عن البطوله. هذه العاده وهذه العرضيه والدفاع بلمسه بقدم عبد الحميد نعيم رقم 3 مدافع بيلعب في نادي شباب بلوزداد ولعيب مواليد 2005. والمطالبه بركله جزاء ميكالي واسلام الشاط والاعتراض، ولكن حكم اللقاء الليبي ما اداش اي قرار في اللعبه الماضيه. 1 مصر 1 منتخب الجزائر. ادى بطاقه صفراء، ادي العاده مره ثانيه محمد زعلوك والعرضيه ثم في قدم اللاعب عبد الحميد نعيم. هذه طبعا ميكالي بيقول له جت في دي، بيتكلم مع المساعد الاول السيد ايمن اسماعيل. اصابه توقف للمباراه لاصابة احد لاعب المنتخب الجزائري خلاص مع دخولنا على الثواني الاخيره من الوقت الاصلي من نهايه المباراه. 1-1 حتى الان لو انتهت المباراة بهذه النتيجة. مركز أول المغرب 6 نقاط، مركز ثاني تونس 3 نقاط، مركز ثالث ورابع يعتبر أعزائي المشاهدين مصر والجزائر برصيد نقطة وحيدة، ومركز خامس المنتخب
الليبي بدراسيه من النقاط. ولكن منتخب المغرب ومنتخب تونس ومنتخب مصر من مباراتين، والمنتخب الليبي والمنتخب الجزائري من مباراة واحدة. تغيير للمنتخب الجزائري، خروج رقم 6 هذه طبعا للحارس أنس مختار، خروج جابر الصحراوي ونزول رقم 5 اللاعب زياد نيمار، رأسية على اليمين ترجع لعبد الله. دخلنا عند الأولى، حكم اللقاء ادانا 6 دقائق بدل ضايع. ادي هيخرج رقم 7 بن احمد ونزول رقم 5 زياد نيمار، الابقاء على جابر الصحراوي وعدم خروجه. وخرج بن احمد صاحب هدف التعادل من ضربه جزاء في الدقيقه 86 من نهايه المباراه. يبقى كده خلاص كل منتخب خلص تغييراته الخمسه اللي في اللقاء. لمسه ترجع في احضان الحارس انس مختار حارس مرمى، على طول انس مختار. دخلنا على الدقيقه الثانيه، ان شاء الله باذن الله قادرين على تسجيل هدف الفوز باذن الله في اللحظات القاتله المتبقية من عمر اللقاء. قولوا يا رب امين باذن الله. انس مختار، انس مختار، وحكم اللقاء قال لك في مخالفة لصالح المنتخب الجزائري. ما بحبش اتكلم على التحكيم، ولكن من الواضح ان الجهاز الفني واحنا مش راضيين عن مستوى التحكيم النهاردة في اللقاء. لمسة الامام ناحية زياد خولي، قوية تلعب برة بعيدة. ادي محمد السيد، الكل بيدعي والكل يترقب نهاية اللقاء. والسيد ميكالي تحضير في الخط الخلفي من احمد كباكا، كباكا في نص الملعب يعلق كرته الامام لزعلوك، راسية حلوة من الخطورة احمد شرف وقف على كرة احمد، عرضية لبرة ولكن قوة دفاع الجزائر مرتدية خطيرة. استلام بهجمة على اليمين احمد شرف، عاوز يعدي شرف، عدى، تصويبة قوية، دفاع قوي من دفاعات المنتخب الجزائري لريان خولي، ولكن في فاول لصالح المنتخب الجزائري. ولكن هجمة الماضية خطيرة جدا، ولكن ما قدرناش نتعامل بشكل جيد في اللمسة الأخيرة بقدم اللاعب أحمد شرف. ولكن أحمد شرف لعيب عنده مهارة، أحمد شرف لعيب عنده مهارة، بيلعب في النادي المصري، مواليد 2005 أحمد شرف. كرة طولية عالية فوق، رأسية من معتز محمد، تترد من الأقدام سيف الدين عصام، على الشمال حسام حسن، يلا حسام، حسام باصة دفاع تترد بعرض ملعب محمد زعلوق، تصويبه جت في جسم اللاعب انتوني خليفه، مرتين محمد زعلوق، مهاره فرديه محمد، ولكن شاد من فليلا وفاول موجود على رقم 10 زياد بلطيف. فاول لمنتخبنا الوطني للشباب، ضاغطين ضغط كبير مع دخولنا للدقيقه الرابعه بلس 90 من نهايه اللقاء. فاول بقدم على طول احمد كباكا، مخالفه من كباكا والحيطه والدفاع القوي من لاعبي المنتخب الجزائري. احمد كباكا والفاول باذن الله، الهدف الثاني باذن الله، هدف الفوز باذن الله. الكره الطلة والراسيه والدفاع من محمد زغادي.